السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم ندى. النهاردة هنعمل زيت لتطويل الأظافر. أنا الإزازة ديت كانت بتاعت ملمع الأظافر وخلصت، فأنا نضفتها من جوه كويس وحطيت نص الإزازة زيت زيتون، وعندي بقى 4 زيوت هنا، اللي هو زيت اللوز المر، زيت اللوز الحلو، وزيت الخروع، وزيت جوز الهند. فجبت كميات متساوية من ال4 زيوت دول وحطيتهم فوق زيت الزيتون، ويعني رجيتهم كويس. وعندي الاستعمال بقى، افتح الازازة. بحطها في حوالين الضفر كده كده، اسيبها زي دقيقة كده او دقيقتين، وبعد كده افرك. هو بس عشان وقت الفيديو فهو المفروض تتساب زي دقيقة او دقيقتين كده، بس انا اعملها على طول عشان وقت الفيديو. المفروض ان انا افضل اعمل الخطوة دي لحد ما يتشرب الزيت. لو ابتدى يتشرب دوفر. عندي انا كده بعد ما حطيت الزيت حوالين ضفري، حطيته في ضوافري كلها. طبعا بقى الزيت ده هو بيغذي الضوفر، وطبعا ان الزيوت ديت مفيده، فهتخلي الضوافر تطول يعني. وهتضطري بقى، والوصفه بعد ما نشيل الزيت هتلاقي الجلد الزايد هنا طري، فممكن تشيلي بقى الجلد الزايد، وهتلاقي ضوافرك كويسة، وهتلاقيها بتطول. وديت كانت وصفتي النهاردة. ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير واعملوا سبسكرايب في القناة، وفعلوا الجرس اللي جنب الاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. وكان معاكم ندى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.